بكل صدق زعما الا كنا غنرجعوا لا ما نعرفش شنو الى اخره بريكول هذا غير سي بلابين فهمتي كنا غنفقدوا الاستقلاليه ديال القرار ديالنا في الحزب السياسي ديالنا غير الله يهنيكم قلت لكم انا من هنايا ما واحد القضيه لا قدر الله لا كانت شي حاجه ماشي هذيك راه هذا الحزب هذا راه ما غاديش ياك الاتحاد الاشتراكي وقعوا فيه مشاكل في 2002 شفتين ولا لا ما ظهر داك الشيء بشكل جلي حتى لهاد المراحل الاخيره حنا راسنا نهار مره واحده لانه الناس ديالنا ما تيعرفوش يبقاو شادين شي حاجه كتبان لهم عوجه هما معاك قلبا وقالبا راه مستعدين يموتوا معاك بسبب الله ولاني لا شافوك تتلعب يمنة ويسرة صافي تيقولوا هادو راه ما وطبعا هادشي اللي تنقول لكم يقدر شي واحد يقول مثلا نقول عبد الاله بن كيران انا هادشي هذا انا منزه عنه انا لست منزه عنه حتى انا دائما خصني نعاود نراجع راسي ونشوف واش كل شيء هو هذاك واش فهمتني ولا لا ياك ما داير شي خطا ياك ما الى اخره ياك ما نراجع راسي ونشوف راه واحد القضيه ما تحتاجوش تقنعوا المغاربه قنعوا غير ريوسكم شتي هذوك اللي معاكم من الحزب ديالكم لا شافوكم نقيين وكتخدموا نقيين يعني كتعاونوا وكديروا داكشي اللي خصكم هما غيشدوا فيكم والاخرين غيشدوا فيهم لا شافوكم تقول لا تتعاملون بالأطارة وتؤثرون انفسكم والى اخره وبدات تظهر عليكم علامات الفساد التي ظهرت على الناس منذ بدايه التاريخ الى نهايته وانا كان اخر حاجه نعود نذكركم بها هي ان هادشي اللي كنقول لكم نحن في البدايه قلت لكم انتم يلا كنطلعوا 10% كجماعه محليه كلها ديال المغرب انتم الجماعه المحليه ديال المغرب كلها ما كتمثلوش اكثر من 40% ولا شي حاجه بحال هكذا هادشي اللي كيظهر لي لانه الاهميه ديالكم وكذا الحمد لله المدن الكبيره يمكن كاع 50% الى اخره وهذا الشيء اللي كديروه ماشي كلكم فيه في المستوى المطلوب ومع ذلك يعني كاين اشخاص اخرين عاد كيشوفوا عاد كيعرفوا راه شتي راه كاين حتى ناس كيكونوا منحرفين ولكن اللي كيبداو يشوفوا المعقول شويه تيخافوا شويه تيتوبوا الله شويه تيرجعوا تيبداو الناس تيرجعوا الى اخره الى اخره الى اخره وهذا الشيء الاخوان فيه مصالح كبيره انتي انا جا عندي موظف واحد من المؤسسات راه يعني بنادم ولا شي تياكل شي 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 وحدين باين اليوم حتى في داك الرياض ديال الاطفال الصغيورين اللي كاينين في المدن والقرى وداك الدراري اللي كيجيو يقراو وداك المساعدات البسيطه وما نعرف شنو دي شوز لانه نادم خص يبقى دائما اليقظات يبقى دائما اليوم انا سمعت باللي شي من طرف شي مقاطعه فشي بلاصه عندكم تمايا في الجنوب شي 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 سيده وكتعطي غير للناس ديال العدد 100 ولا الانصار ديالها ولا شي حاجه راه ممكن هادشي خص يبقى دائما الانسان موقد والمسؤول من بعد المسؤولين به وكذا الى اخره راه هذه حرب مع الفساد غير الفساد غير العدو يبقى في الخارج الفساد يدخل معك الى غرفه نومك ويدخلوا معك الى فراشك ويناموا معك ان حتى انت مقصدك والفساد هو انواع واشكال انت خوتك اللي معك في 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 الحزب خوتك اللي معك في الجماعه المستشارين اللي معك في الجماعه يعني راه الناس اللي كيشوفوك قالوا سيدنا عمر لما جابوا له التاج ديال كسرى والجواهر اللي كانوا عنده داك الشيء قال ان قوما يؤدون هذا لامناء قالوا له يا امير المؤمنين راوك يعني ارتدعت فارتدعوا ولو رتعت لرتعوا او شي حاجه بحال هكذا كيفاش عفوا ولو رتعت لرتعوا ولو رتعت لرتعوا لهذا خص الاخوان ديالنا دابا حنا ما عندناش خيار هذا الخيار ديال من تحت وخصوصا اللي يولي في يدينا شي نصيب من المسؤوليه طبعا الكلام اللي كنقول لكم كنقولوا للاخوان الوزراء كنقولوا للاخوان يعني انت كل واحد عنده مسؤوليه وحتى اللي ما عندوش مسؤوليه نقولوا للمعلمين نقولوا للاساتذه نقولوا
ما يمكنش الإخوان نسمحوا ببلادنا تطيح. ونقول لكم أنا أن الإرادة ديال الإصلاح كاينة، هي مشوبة به أمور وكاين عراقيل، ولكن الإرادة ديال الإصلاح كاينة على مستوى الدولة كنتكلم، لأن حتى الدولة واعية باللي ما يمكنش. الله تعالى كيقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لكن الدولة باغية الفساد مشينا بحالنا، ما يمكنش الدولة تبغي الفساد. ولكن كاين عراقيل وكاين معرقلين وكاين مخلوضين وكاين اللي كيبدا يبريكولي وما نعرف شنو الى اخره، كاين ماشي ما كاينش، كاين هادشي صافي بارتي ديال 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 ديال, ديال, ديال الواقع اللي تيخصو يجب ان يقاوم. وانتم المعول عليكم بعد الله في ان تقاوموا، فقاوموا واستمروا في هذا المقاومة، راه هادشي ماشي سهل، استمروا فيه. وبهذا المنطق راه المجتمع تيشوف حقيقة، المجتمع نقول لكم أنا بصراحة، احنا قبلنا الإعفاء، المجتمع ما قبلوش، احنا قبلنا المجتمع ما قبلوش، والضربة السياسية اللي كلنا قاسية جدا. شوفوا النتائج ديال الجديدة، خلونا نكونوا صراحة، هذيك ماشي النتائج ديال 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 الانتخابات استثنائية يعني جزئية عادية، لا، هذيك هذاك رسالة. راه السي خلفي قال لي واحد المكتب جبنا فيه 1600، كنجيبوا فيه 1600 صوت، جبنا فيه 25 صوت في وسط المدينة، ورا المدينة هي اللي كدير السياسة، بديع عندها منطق آخر، ما كيدوزوش الناس من 24000 ل7000 بهذه الطريقة. وإني ما تنظنش باللي المجتمع أرفع يده منكم، باقي الأمل. ما أراه فيه هكذا وهكذا، ولكن في العموم كنشوف الناس باقين على ما يجب أن يكونوا عليه. إذا لاحظ المجتمع منكم يعني الجدية والاستمرار في هذا المنطق، الصراحة والشجاعة وقول الحق والوقوف في وجه الفساد وعدم المبالاة، بحال اللي قال لكم الأخ داك الشيء كيجي للصحافة وما نعرف شنو إلى آخره، ويجي للصحافة ويمشي كاع أكثر من الصحافة، وين هو المشكل؟ ويمشي كاع للمحاكمات، يمشي كاع للمتابعات، يمشي كاع للسجن، أين هو المشكل؟ دابا حنا الإخوان داخلين لهذا الحزب هذا على اساس اننا عندنا لاسيورونس توريس كل شنو، ما كاينش هادشي، ويكون داك الشيء على حق ولا على باطل ماشي مشكل. الا خصنا نخلصوا الثمن، نحن نريد الاصلاح ديال بلادنا، لانه نقول لكم واحد القضيه، بلا اصلاح راه ما عندكم والو والله لن تنتفعوا بشيء، بما في ذلك لو جمعتم ثروات لن تنتفعوا بشيء. ولكن لك الاصلاح تقدر تجيب للدار ديالك طرف ديال الخبز وكاس ديال التاي وتاكلوا انت ومراتك ووليداتك وانتم فرحانين وكتضحكوا وكتطبلوا وكتغنيوا وسعداء. ولكن لا، ما كانش الاصلاح، سيفتقد الامن، سيفتقد العدل، ما غتلقاوش المدارس لولادكم، ما غتلقاوش المستشفيات لنفوسكم، ما غتلقاوش اش من اش غدير بالثروة ديالك ديك الساعات؟ طبعا هادوك شي وحدين ربما غيهربوا الثروة ويمشيو، اذا غادي يبقى هنا شنو غيبقى؟ يبقى الخراب. دونك راكم تدافعوا على نفوسكم، على اسركم، على اخوانكم، على بلادكم، على مستقبلكم.